وحول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار الكاتب والمحلل السياسي السيد سعد راشد. مساء الخير سيد سعد. يا هلا. بداية نتحدث عن حجم التدخل السلبي للدوحة في الدول العربية اليوم فقط في نشرة الأخبار. تطرقنا إلى مصر، الإمارات، تونس وفي الأيام السابقة غيرها من الدول. ما هو تعليقكم على حجم هذه التدخلات السلبية؟ للأسف نظام القطري يتدخل تدخلات فعلا سلبية في الوطن العربي وبالأحرى في الشرق الأوسط. طبعا قطر حجم الدعم الذي تدعمه لهذه الجماعات الإرهابية كبير جدا، الأرقام تؤكد تقريبا 4 مليار دولار سنويا لهذه الجماعات الإرهابية، إضافة إلى أن هذه الدعم يأتي من ضمن منظومة متكاملة لهذا النظام. بالأحرى هناك منظومة تعمل سواء أكاديميين أو عن طريق الجهاز الإعلامي أو عن طريق الجهاز الدبلوماسية. طبعا هي استغلت مفهوم الدبلوماسية الناعمة من خلال الجمعيات التي تورد لها الأموال لمساعدة المحتاجين، ولكن للأسف لها غايات أخرى. أضف إلى ذلك قطر هناك تدعم 6 تنظيمات إرهابية في سوريا، و2 مليون دولار شهريا لخزائن داعش. هذه كلها يعني أرقام تؤكد مدى الدعم القطري. إضافة إلى ذلك قطر ضخت تقريبا 500 مليون دولار لتمويل الجماعات الإرهابية في اليمن. هذه جميعها هذه المبالغ الطائلة لم تقف فقط عند هذا الحد، إضافة إلى أنها اليوم في ليبيا تدفع 750 مليون يورو. جميع هذه المبالغ التي تعرضها اليوم الوسائل الإخبارية والتقارير التي تصدر عن يعني الأجهزة الأمنية في تلك الدول أرقام مخيفة. نعم. تستدعي أن احنا نقف وقفة جادة مع قطر. نعم، جميع هذه الأرقام التي ذكرتها هي أدلة دامغة على تورط قطر في وحجم تدخلاتها، ولكن قطر ما زالت تراوغ وما زالت التصريحات تقول أنهم لا يفهمون سبب المقاطعة. على ماذا تعول الدوحة حاليا؟ هو قبل كل شيء الإعلام القطري وهم المشاهدي أنه هو إعلام محايد والرأي الآخر. نعم. لكن في الواقع هو غير ذلك، والدليل على ذلك أن البحرين 899 مادة إعلامية ضد البحرين في خلال أزمته في 2011. يعني اليوم نتكلم عن أرقام وحقائق. نعم. هم لا يتكلمون بهذه اللغة، يتكلمون بلغة إنسانية ولغة أخرى. نحن نتكلم عن لغة دعم تلك الجماعات. أضف إلى ذلك الجمعيات الخيرية التي تقول أنها يعني مؤسسة، مثلا قطر الخيرية أكدت عدة تقارير أنها وفرت العلاج ل 500 شخص ينتمون إلى داعش. نعم. كل هذه الأرقام نحن نتكلم فيها ونتحدث، وكان يتطلب أن العالم يشاهد ماذا تفعل قطر. نعم، تطرقتم إلى الذراع الإعلامية. نعم. لقطر وهي الجزيرة في الوقت الذي. نعم. يصرح فيه المسؤولون القطريون أنهم مستعدون لحوار لشيء من هذا القبيل، ما زالت الجزيرة تصعد. برأيكم هل الجزيرة تمثل الموقف القطري أم أنها بدأت تمثل الجماعات التي كانت تدعمها قطر؟ أولا كل مؤسسة إعلامية، هذه من بديهيات، كل مؤسسة إعلامية تمثل اتجاهات ملاكها. نعم. بالتالي الجزيرة مؤسسة مملوكة لقطر، لا نبحث بعيدا. هناك توجهات لدى النظام القطري يضعها في المؤسسة الإعلامية، والدليل على ذلك ما شاهدتموه من تسجيلات تم نشرها عبر تلفزيون البحرين بخصوص الاتصال مستشار أمير قطر. كل ذلك يؤكد أن قطر تدعم الإرهاب وأن الجهاز الإعلامي الخاص للجزيرة هو داعم ومفبرك. وأؤكد لك أن هناك دراسات حديثة إعلامية موجودة في مصر تؤكد هذا الكلام. نعم، المحلل والكاتب سعد راشد، شكرا جزيلا لك.